الدكتور أشرف خليل، استشاري علاج الآلام المزمنة وآلام العمود الفقري والمفاصل بالتدخلات المحدودة، دكتوراه علاج الآلام المزمنة، عضو المعهد العالمي لعلاج الآلام المزمنة بالتدخلات المحدودة، صاحب الدبلومة الأوروبية لسونار العضلات والمفاصل، زمالة علاج الآلام المزمنة. اهلا بيكم. زمان كان في جمله مشهوره جدا في التعبيرات يعني الشعبيه المصريه، يقول لك مقصوف الرقبه، مقصوف الرقبه ده عمل كذا، مقصوف الرقبه، ما اعرفش ايه المقصود بمقصوف الرقبه دي، بس كانت يعني يعنوا بيها اللي بيقول عليها يعني الشقي اللي بيعمل حاجات. فالشقاوة مع الرقبه ده خطر جدا، الشقاوة الحقيقه بقى مع الرقبه في منتهى الخطوره. طب الشقاوة مع الرقبه ازاي؟ حضرتك بتعمل حاجات برقبتك في منتهى الخطوره. النهارده لقاء مثير جدا ومهم، مش بس الانزلاق الغضروفي العنقي، اكيد هنتكلم على العمود الفقري، لكن اكيد هنركز على العنق لان ده مشاكله كتيره وخطيره، مع ضيف العزيز الاسم القدير في عالم علاج الالم المزمن الاستاذ الدكتور اشرف خليل، استشاري علاج الالم المزمن والام العمود الفقري والمفاصل بالتدخلات المحدوده، صاحب دكتوراه علاج الالم المزمن، عضو المعهد العالمي لعلاج الالم المزمنه بالتدخلات المحدوده، صاحب دبلومه الاوروبيه لسونار العضلات والمفاصل وزماله علاج الالام المزمنه. اهلا بك دكتور اشرف. اهلا وسهلا بيك دكتور ايمن. تصلب الرقبه، ما معنى تصلب الرقبه؟ وهي دي كلمة جاية من المرضى أكتر، إن بيجي يقول أنا حاسس إن رقبتي متصلبة. هو التصلب القفشة دي بقى هو بيعبر عنها بالمنظر ده، لكن بنقول له ده تقلص في العضلات، ولكن تقلص العضلات ممكن ما يكونش هو السبب، أو يعني ما يكونش هو سبب الألم عنده. بيكون المريض ده يكون مثلا عنده غضروف، فربنا سبحانه وتعالى بيعمل له ميكانيزم دفاعي اللي هو يخلي العضلات متصلبه جامد كده وعامله تقلص قوي، علشان هي اللي تشيل الحمل عن الغضروف ده، علشان المريض ما يحملش عليه ويبدا يسبب مشاكل تضغط على الحبل الشوكي. فتكون تصلب العضلات او السبازم اللي بيحصل في العضلات او التشنج اللي في العضلات ده يكون حاجه ربنا عاملها له عشان يحمي نفسه بيها. ليه المراهقين اكثر عرضه لالام الرقبه؟ هي بقت موجوده اليومين دول. ليه؟ بسبب الحاجتين اللي قلناهم في الاول، اللي هو يا اما بيقعد كتير على الموبايل او بيستخدموا رياضات عنيفه. يعني ممكن يهرجوا مع بعض كمان بهزار في ساعات الحركه دي، اللي هو حركه الجود دي. حد بيهزر مع صاحبه يروح جاي عامل رقبته لويها قوي، ده ممكن يغمى عليه. من اخطر الحركات. من اخطر الحركات، يعني هي حركات ساعات يعني مش ممكن يغمى عليه كمان، ده ممكن تكون حركات منها في بعض الاحيان مميته. فالحركه دي من حركات خطيره جدا، واحد يضرب واحد في وشه، واحد ممكن الحركه اللي بيتعمل كتير انه يجي يزقه من ظهره على غفله هو مش واخد باله. ده ممكن يعمل له ويبلاش. ويبلاش. وهي والويبلاش انجري دي او الاصابه الكرباك اللي بنقول عليها دي، هي دي بتكون تقريبا 50% من اصابات المراهقين اللي بتجنن. دي ممكن تيجي بسبب الهزار اللي احنا قلنا عليه، وبتيجي جامد جدا مع حوادث العربيات. الفرمله المفاجئه. او الفرمله المفاجئه. ممكن تحصل مره مع المريض وما يكون توابعها ما بتظهرش في نفس التوقيت وتظهر بعد شهور. تحصل في كره القدم احيانا. طبعا واحد يدخل في ظهر واحد، كرة جاية عالية، يروح جاي داخل في ظهره، يروح جاي مرة واحدة عامل له الحركة المفاجأة، ظهره يطلع لقدام ورقبته ترجع لورا. بتزعل مني لما بقول بلاش كرة قدم. هي كرة القدم لعبة الإصابات. أنا من ساعة ما أنت قلت لغاية امبارح طول ما أنا بلعب صوتك خايف وصورتك قدامي. لعبة مخيفة. هي لعبة إصابات بس بحبها. هي عشان ممتعة. طبعا. إذن ينبغي ان احنا نحذر من هذه الحركات في الظهر. طبعا. طبعا الحركات الخلفيه المفاجاه، هو مش مستعد، هو دفعه من تحت من ظهره ولسه رقبته مش واخده الامر انها تمشي مع، فبتتاخر شويه، فعامله زي حركه الكرباج يعني. الكرباج ترجع للرقبه لورا بره. هو الناس بفهمها ومتخيلها. طب انا وفي عندنا فيديو لحادثه العربيه بتفرمل مره واحده،
بس اعتقد يعني هو فيديو قديم شويه عندنا بس هنطلعه يعني، لا يا ريت تدوروا عليه. لكن ايه علاقه الرقبه بالكتف؟ لانه ناس كتير مش يعني تيجي نقعد مع حد يقول لي كتفي بيوجعني مش عارف، يقول له ده برقبتك، يقول لي ايه علاقتها، مالهاش رقبتي، لا انا كتفي اللي بيوجعني. هو هي دايما التسميعه يعني احنا بنسمي ان الـ 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 الالم لما بيجي ممكن يكون مصدره من هنا لكن العصب رايح يغذي الكتف. فالجسم ما بيعرفش البدايه منين، يعني هو بيقول لي ان العصب المضغوط عليه ده اللي بيغذي الكتف هو اللي واجع. فهو بيعمل برزنتيشن فين او بيعمل اظهار للالم فين، بيعمل على المكان اللي بيغذيه. فبيجي المريض يقول انا كتفي اللي وجعني لكن رقبتي ما فيهاش حاجه، او يقول رجلي وجعاني ورقبتي ما فيهاش حاجه، لدرجه هو دي الاصابه، هي دي الاصابه، دي الاصابه، هي الفرمله في الستات بالذات قوي، لان عندهم الستات تحس ان هم ما عندهمش برضو يعني جسمهم بيروح بسرعه في الخبطه لما بيفرملوا. هو في السواقه يعني الويبلاش انجري بالذات، هي ليه اكتر في الستات؟ لان مش الستات اكتر اللي بتسوق خاصه في مصر. ان اللي بيبقى قاعد جنب السواق عرضه للويبلاش انجري اكتر من السواق، لان هو بيبقى متنبه ساعات، هو التاني ما بيبقاش متنبه. السواق ده متنبه، عارف انه هياخد مطب، عارف انه هيضرب فرماله بشكل مفاجئ جسمه. فبيشد عضلاته ويبدا ياخد بحذره. لكن اللي قاعد جنبه ما بيبقاش عارف اللحظه، ساعات بيبقى نايم وساعات يبقى نايم. مشكلة. فدايما اللي يعني حتى ما يجي واحد عنده ويبلاش انجري يقول لي ما سوقش يا دكتور، اقول له هو انت تسوق ارحم من انك انت حد يسوق لك. درس العقل ممكن يسبب الم في الرقبه؟ هي دي من احد الاسباب اللي ممكن تجيب الم في الرقبه من 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 الجزء الامامي. لا لكن مش وكتسميع بقى، يعني مثلا لو في اصابه بميكروب ولا حاجه فممكن تعمل حيل قدام، والحيل ده يضغط على العصب يسبب مشكله في الرقبه من قدام. لكن هل هي ليها علاقه بالام الرقبه اللي احنا بنعالجها، او الرقبه اللي احنا بنقول علينا ان احنا نعرف نتعامل معاها كاستشاريين علاج الالام الفقرات والفقرات والمفاصل وكده؟ لا للاسف دي تبقى مع دكتور الاسنان مش معانا. طب ليه احنا بيتقال يعني ليه السؤال ده بيظهر عندنا؟ لان في بعض الناس بيبقى عندهم مشكله درس العقل بس يروح للدكتور يقول انا عندي قلق، يقول له انا عندي الم هنا وعندي الم هنا. فبيبدا يسالنا هو الالم ده من رقبتي ولا من درسي، يعني انهي فيهم اللي جاي الاول؟ فاحنا لازم نعرفه، زي ما بنسميه في الطب احنا بنبقى عارفين معظم الاسباب او كل الاسباب عشان نعمل لها الديفرنشال دايجنوز، التفرقه هل هو من هنا ولا من هنا ولا من هنا. فالسؤال ده بيجي لنا ساعات، ممكن بنسمع بعض المرضى بيسالوا الاسئله الغريبه. امتى يكون الم الرقبه ده حاجه مقلقه جدا، حاجه خطيره؟ اذا صاحبها خلل في الوظيفه، يعني المريض جه قام قال انا مش قادر اقوم من الماكينه، او جي يقوم يلاقي رجله مش معاه، او بدا يلاقي ان الحمام عنده فيه مشكله، مش بيتحكم كويس، سواء بينقط او سواء بيسيب عليه خالص. هو دايما موضوع الحمام دايما بيبدا في البول قبل عمليه الاخراج البراز وخلافه. ليه؟ لان الميه التحكم فيها اصعب من التحكم في عمليه البراز، نتيجه انها سهله في الخروج بتاعها. فبيجي المريض يقول لي عندي المشكله دي، او ممكن يجي له بطريقه تانية خالص، يجي له احتباس بولي، يقول انا ما رحتش حمام بقالي 3 4 ايام ومش حاسس ان انا، يعني هو مش حاسس اصلا انه عايز يعمل حمام. وتيجي تكشف عليه تلاقي المثانه طالعه لغايه بطنه من فوق من هنا، ان نخليه يروح على طول المستشفى يعمل قسطره، تلاقي كميه البول اللي نزل كميه رهيبه جدا. فالحاجات دي للاسف بنشوفها وموجوده في عيادتنا، وبيجي المريض بيبقى عايز يا دكتور انا عايز اي حل غير الجراحه. احنا مش بندور دلوقتي على جراحه ولا غيره، احنا بندور دلوقتي عايزين نحافظ لك على الوظيفه دي ترجع باسرع وقت، لو سمحت ما تتاخرش، احنا هنعمل عمليه بكره الصبح. طب مفيش وقت لا ده حضرتك هتدخل النهارده المستشفى تعمل فحوصاتك، بكره الصبح هتكون بتعمل العمليه بتاعتك.
فالتسرع بتاعنا ده بيكون نتيجة ان احنا خايفين على المريض. الخزل المفاجئ او الضعف المفاجئ ده او الضعف المخيف علامة خطيرة جدا. علامة خطيرة جدا. يعني السينما المصرية كان زمان يعني بتبلور الاصابات دي. يعني في فيلم اسمه زقاق المدق، فيلم رائع جدا. كان السيد علوان اللي هو شخصية مهمة جدا في الفيلم بياكل طبق صينية الفريك، معرفش انت فاكر الفيلم ده ولا لا. كان قاعد على القهوة المشهد معاك. كان قاعد على القهوة قام مرة واحدة مش وقع مش لاقي نفسه. ما لقاش رجله. جاله هيمبلي، هي دي كانت هيمبليجيا كيس بس سيس. يعني وات ايفر، لكن هو بيورينا الشلل المفاجئ. ما هو عشان الـ 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 الدراما السينمائية بتبقى عارفة الأحداث الكبيرة. يعني بتاخد الشلل بيحكي المفاجئ. هو بيحكي على فكرة دايما اللي بيكتبوا الدراما بيحكوا حاجات هم شافوها. يعني هو كان قاعد على المؤلف كان قاعد على قهوه جنب حد فقام قدامه كده فراح وقع. لكن ما بيشوفوش العيان اللي مشكلته من الرقبه. لانها مش كتيره بصراحه، هي نادره الحدوث. يعني عيان يتشل بسبب جلطه في المخ اكتر بكتير زي زي المشهد ده. لكن عيان يتشل بسبب غضروف الرقبه ده بقى قليل جدا ونادرا. وعشان كده بيقول المريض ما تبقاش قلقان، يعني ما تخليش عندك الفوبيا والقلق، ده حدث نادر الوجود ونادرا ما بيحصل بالشكل اللي هو مفاجئ، اللي هو نام صحي لقي نفسه كده او كان ماشي ولقي نفسه كده. هي الحوادث اللي تعمل هي بالظبط كده. هو الحادث هو الحاجه اللي بتجيب الشكل الفجائي. يعني من اخطر الحوادث على فكره الحوادث بتاع الحصنه. يعني ما ينفعش تركب حصان حضرتك مش مؤهل للرياضه دي. يعني مثلا يعني دي رياضه مش مفاجأة. ما ينفعش انا رايح رحله كده الله ده حصان شكله امور قوي وشكله طيب اقف جنبه كده نتصور، طب مركبه واتصور حصان مره واحده ممكن يعني يشوف عفريت بقى ما تفهمش، ده كائن حي له دماغه هو الحصان، مره واحده يجري بيك فجاه بحصل. يعني ده حصلت مع محترفين كريستوفر اللي هو كان بيعمل سوبرمان وقع جاله ديسك في وجاله شلل رباعي. ما هي دي من الاصابات الخطيره جدا. الوقع من على الحصان حتى هي موجوده في الدراما برضو في السينما المصريه، ان الوقع من الحصان بيجي بعدها على طول البطل فيه شلل. سواء بقى هي على حسب جت فين، جت في رقبته يبقى تعمل شلل رباعي، جت على المستوى الصدريه او تحت شويه تعمل شلل نصفي من تحت بالعرض كده. فهي من الاصابات الخطيره. نورت وشرفت كالعاده ارتحتنا طبعا. الرائع دائما المبدع دائما الاستاذ الدكتور اشرف خليل استشاري علاج الام المزمنه والام العمود الفقري والمفاصل بالتدخل المحدود، دكتوراه علاج الالم المزمن، عضو المعهد العالمي لعلاج الالم المزمنه، وعضو وصاحب الدبلومه الاوروبيه لسونار العضلات والمفاصل وزماله علاج الالم المزمن، واحد من سوبر ستار عالم الالم في مصر والوطن العربي، كان ضيفا في واحده من حلقاتنا المثيره المهمه جدا في عالم الرقبه المثير للغايه. ارجوكم لا تتعاملوا مع رقبتكم باستخفاف. الرقبه يصدق عليها المثل القائل الغلطه ثانيه والندم سنين. خليكم دايما مع الناس الحلوه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا احمد الباقر الشريف من دوله تشاد. كنت اعاني من الم في الظهر فبحر لي الظروف في السلسلة الخامسة، فبحثت في الانترنت في موقع جوجل فوجدت دكتور أشرف خليل، فذهبت العيادة والحمد لله قابلته وكان يعني اللقاء جميل جدا، فالفريق كان ممتاز استقبلني بطريقة جيدة فحدد لي عملية بتاع الظروف، فكنت خايف من العملية شوية فترددتها لفترة يعني حكاية شهر. أنا كنت يعني الليلة أمشي أعمل العملية بكرة، فبعد ذلك توكلت على ربنا فمشيت عملت العملية. العملية كانت ناجحة الحمد لله، يعني توفقنا فيها. فبعد العملية يعني بثلث أو نصف ساعة أنا نزلت وكنت ماشي على كرسي، يعني وصلت البيت الحمد لله. فبعد ذلك أهو تابعت الإرشادات بتاعة الطبيب والحمد لله الآن أنا كويس. أنا الآن في الأسبوع الثالث والحمد لله ماشي على كرعيني وأموري كلها تمام، والآلام بقت يعني ما في آلام والحمد لله الأمور ماشي على ما يرام.